السلام عليكم. أمس الفصائل الإيرانية المتواجدة في العراق وسوريا ودول أخرى بلعت العافية، وإيران نفسها بلعت العافية. شلون؟ الرئيس الأمريكي قبل أمس وقع على قرار أو الموافقة على عمل عسكري ضد الفصائل الإيرانية في العراق وسوريا، وممكن هذا العمل العسكري يمتد إلى إيران. جماعة، في فرق بين شغلتين، وهو أن يكون هنالك عمل عسكري للدفاع عن النفس، هذا أوكي بقانون وزارة الدفاع الأمريكية والقوانين الأمريكية، حالة الضرورة ما يحتاج أي موافقة. أما في حالة القيام بعمل عسكري كبير يحتاج إلى موازنة ويحتاج إلى إعادة انتشار ويحتاج إلى موافقة من الرئيس، فيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي. شنو اللي صار أمس أو قبل أمس؟ أن إيران عبر وسيط، يقال أن هذا الوسيط أما يكون عمان أو قطر، طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وقف هذا الهجوم. كان الهجوم وشيك، يعني كان من المتوقع أن يقام هذا الهجوم أمس أو قبل أمس، وهجوم واسع من الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة أيضا بريطانية، لكن بضغط من رغبة من الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية، تم إيصال رسالة إلى الحكومة الأمريكية عبر الوسطاء أنه لن تكون هنالك أي هجمات ضد القوات الأمريكية من بعد الآن، سواء كان هذه الهجمات في العراق أو في سوريا أو في مياه الخليج العربي. ويقال أن حزب الله مشارك في هذه المفاوضات، وحزب الله يقال، أنا ما عندي معلومات أكيدة، لكن يقال أنه تعهد بوقف الهجمات ضد إسرائيل. شوفوا يا جماعة، الحين اللي يقول أن إيران ما تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن إيران ما لها مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يا عزيزي، إيران لها مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. زين، أكثر من 100 هجمة على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، تقريبا يقال الآن أكثر من 140 هجمة. من 140 هجمة لم يصب أي جندي أمريكي أو يقتل أي جندي أمريكي إلا قبل تقريبا 5 أيام أو 6 أيام فقط في آخر هجوم. هذا الهجوم الأخير نعم استهدف القوات الأمريكية، لكن تقريبا 130 أو 140 هجوم سابقين لم يستهدف القوات الأمريكية، استهدف مثلا محيط القاعدة، يعني في القاعدة نفسها، ولكن لا يتواجد فيها أي جنود أمريكان. عمل العسكري الأمريكي كان وشيك، كان من المتوقع أنه يكون هنالك عمل عسكري كبير. حتى إيران قالت، إيران دائما تهدد وتهدد تهدد، ما ينفع، مثل ما قال المثل، نسمع قرقعة فناجيل ولا شفنا قهوة. أذكر قبل بعد مقتل سليماني، إيران تتوعد، وكل مسؤول إيراني سوف نقصف سوف نمحو سوف كذا سوف كذا. آخر شيء شنو سووا؟ قالوا لهم بعد إذنكم نبي نضرب قاعدة عين الأسد، وممكن أنكم أنتم تفضون هذه القاعة، لأن إحنا راح نضربها بصواريخ. وقالوا الولايات المتحدة الأمريكية لا ما تضرب هذه القاعدة، إذا بتضرب تضرب أطراف القاعدة. قال أوكي ما عندنا مشكلة، ومع الفجر ضربوا قاعدة عين الأسد بالصواريخ. بعد ما الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإخلاء هذه القاعدة من الجنود، وبعد التصريحات أكثر من 20 مسؤول إيراني صد عروسنا قسما بالله، قلنا الحرب خلاص بكرة راح تقام حرب مفتوحة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، صد عروسنا، سنمحو القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج وسنقتلهم وسنجعل الخليج مقبرة للأمريكان وغير. آخر شيء خربي، حتى تأكيد على كلامي مو بايدن، ترامب دائما اللي بقلبه على لسانه فضيحة الله يهدي. قال الإيرانيين استأذنوا منا قبل لا يطلقون الصواريخ على القواعد الأمريكية. يقال أن حتى في مقتل سليماني أن في بعض
يعني ما اذكر، يقال ان سليماني كان عميل لبعض الدول، زين، وبعض الدول هذه من خلال قنواتها الاعلاميه وحتى قنواتها الاعلاميه سواء باللغه العربيه او باللغه الفارسيه قامت بتصعيد كبير لسليماني، والقائد سليماني ومشق قائد فيلق القدس وكذا وكذا. هو كان عميل لهذه الدول، فعلا كان عميل لهذه الدول. من اللي يقول طلب من الولايات المتحده الامريكيه قتل او اغتيال سليماني؟ ما تروح تصدقون، ايران نفسها. ايران نفسها، يعني كبار القاده في ايران، المرشد الايراني هو اللي طلب من دول الخليج. حتى ان ترامب شنو قال؟ قال ان اخر شيء ان اسرائيل بنيامين نتنياهو اتصل في اخر اللحظات على ترامب وقال توقف عن هذه العمليه. ترامب منضم، مو عفوا، نتنياهو منضم مع هذه الدول. ليش؟ لان سليماني من المتوقع انه كان راح يصير المرشد الاعلى لايران او الرئيس الايراني او هو المتحكم في ايران، من المتوقع ان يكون هو بديل لخامنئي. فايران اكتشفت ان سليماني هو عميل لبعض الدول القريبه منه، فقالت الولايات المتحده الامريكيه ضوء لك ضوء اخضر، روح الله يوفقك. ما حد راح يصدق كلامي، لكن والله يا جماعه ترى هذا الواقع، هذا اللي انا اعتقد انه صحيح، ان الولايات المتحده الامريكيه ترى متفقه مع ايران في امور كثيره جدا يا جماعه. لا تعتقدون ان الولايات المتحده الامريكيه على خلاف مع ايران، لا لا، متفقين تماما، ومتفقين علينا احنا بعد. امس الفصائل العراقيه او الفصائل الايرانيه في سوريا وفي العراق وافقت او اعلنت عن وقف الهجمات ضد القواعد الامريكيه في سوريا وفي العراق. طبعا يعني طلعوا حجة سخيفة، قالوا ان اساس ان ما نحرج الحكومة العراقية، يعني قبل 100 او 140 هجمة كنتوا تحرجون الحكومة العراقية، الان بعد ما شفتوا الجدية من الولايات المتحدة الامريكية للقيام بضربة عسكرية، هذه حجتكم انكم عشان ما تحرجون الحكومة العراقية أمام الأمريكان؟ لا، وشوف السخافة، وشوف التسريب السخيف. يقول وزارة، عفوا، الحكومة العراقية طلبت من وزارة المالية الأمريكية والحكومة الأمريكية مساعدتها ماليا لتعطيل الفصائل العراقية أو محاولة مقاومة الفصائل العراقية والفصائل الإيرانية الشيعية المدعومة من إيران. يعني طلبت تمويل من الحكومة الأمريكية، وبنفس الوقت يطلع رئيس الوزراء العراقي شو يقول؟ يضحك على هو لا يقدر، والكلام هذا أكبر منه. شو يقول؟ يقول احنا الآن راح نشكل لجنة لدراسة كيفية خروج القوات الأمريكية في العراق. وكأن الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية جاء إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية. لا يا حبيبي، الجيش الأمريكي جاء للعراق على ظهر دبابة يا عزيزي. فإذا تبي تطلع من العراق راح تطلع بنفس الطريقة التي قدم فيها، روح طلع على ظهر الدبابة، ما راح تطلع بهذه الطريقة السهلة. حتى لما تم اغتيال سليماني وقتل سليماني، الحكومة العراقية عادل عبد المهدي طالع بتصريح وقال احنا سمحنا للجيش الامريكي يدخل المطاعم وغيره وغيره، الان نطالب القوات الامريكية بالانسحاب من العراق. شنو رد عليه ترامب؟ قال شوف، اسخف شيء يعني، قال اذا خرجنا من العراق سوف نقوم بتطبيق عقوبات شديدة جدا على الحكومة العراقية، بمعنى ان الحكومة العراقية او العراق راح يصير محاصر أو يفرض عليه عقوبات، وتكون العراق أسوأ من إيران. وبعدين شنو صار؟ هل صار خروج القوات الأمريكية بعد سليماني؟ لا، على الوضع على ما هو عليه. لكن يا جماعة هم متفقين
وليس مختلفين.